حقيقي نكهة عطرية مميزة، عصير أناناس مختلف، جربوا راح يعجبكم إن شاء الله. مساء الخير، اليوم راح نعمل مع بعض عصير على قد ما المكونات بسيطة على قد ما النكهة مميزة. راح نستخدم عصارة هوم إليك اللي بتتميز بالطحن البطيء، بيجي معاها زي كده هذه القطعة. راح نركب، أوريكم طريقة التركيب، بس إنه في مخرجين، مخرج للعصير ومخرج للب. سهلة التنظيف جدا، بيجي معاها هذه الأداة، شوفوا هذه الأداة تسهل عملية نزول الفواكه أو الخضار، وهذه الفرشة للتنظيف. بتتميز بالحماية من التسخين الزائد. عصارتي لونها أحمر جميل، 150 واط وعليها ضمان 3 سنوات. راح أوريكم طريقة التركيب، جدا سهلة. بيجي معاها صفايتين، هذه الصفاية للعصير تمام، والصفاية الثانية اللي تجي زي كده حديد ما هي مخرمة، هذه للسرابين للإسكريم، إسكريم الفواكه. وكمان بيجي معاها جكين، شوفوا هذه الجكين، جك للعصير وجك للب. طريقة التركيب جدا سهلة، راح نحط هذه القطعة أولا تمام، ركبت. بعدين نحط الصفاية، صفاية العصير بما اننا راح نسوي عصير، وبعدين العمود، واخيرا راح نضيف هذا الكيس. بسم الله، نحط هذه القطعة المستطيلة على ديك الجهة بزاوية كده يعني عشان تلف فيها وتسوي طق. خلاص شوفوا طقت كده ركبت. الهيل راح ناخذ لثمرة الأناناس هذه كلها ملعقة صغيرة من الهيل، بس عشان مو أي أحد يحب الهيل فأنا ما أحطه في الجك العصير كامل، لا أخذ كده شوية وأرش على الكاسة عشان يعني اللي ما يحب الهيل يصير يكون متوفر كوب أناناس بعشبة الليمون بدون هيل، بس الهيل يعطيه نكهة جدا مميزة. خلينا نشوف مع بعض كيف الطريقة. طبعا الليمون جراس راح ناخد عود ونص على ثمرة أناناس كاملة. راح اقطع من الجهة الثانية. نجي من الجوانب نحاول نقطع القشور بهذه الطريقة. القشور هذه ممكن تستفيدي منها بانك تفوريها ومويتها تشربيها، تفيد لحالات الكحة وبالذات اذا كانت الكحة ببلغم فيطرد البلغم. حنبدأ نشيل الزوايد هذه زي كده. حاجات زي كده زي الحفرة السمرة هذه شيليها بسكينة صغيرة زي كده. طيب دحين احنا في العصارة ما يحتاج نقطعها ولا نفرغها من النص، لكن انا حقطعها لشرايح عشان اوريكم بالمرة كيف نقطعها لشرايح للي ما يعرف. فقطع الشرايح بالطريقة. كيف نشيل الدائرة اللي في النص بهذه الأداة، أداة تفريغ التفاح، حنستخدم دي الأداة، صراحة ما أعرف إيش اسمها بس إحنا نستخدمها للتفاح. فرغي النص بدي الطريقة زي كده، صار الأناناس جاهز. هذه 1.5 من عشبة الليمون جراس، راح أقطعها زي كده. التفاح بالنص،
قشرت الليمونة. مكونات العصير صارت جاهزة للعصر. ما شاء الله العصير صار جاهز. أناناس بالليمون جراس، العصير ينزل صافي من هنا، وجك مخصص لي. وفي عندنا هنا اللب بيتكون ويخرج من هنا. في الجك حطيت تلج، ممكن تضيفي سكر، ملعقة صغيرة من الهيل، ونضيف العصير. أحلى عصير أناناس بنكهة عطرية تجنن، ضروري تجربوها. حقيقي نكهة عطرية مميزة، عصير أناناس مختلف، جربوا راح يعجبكم إن شاء الله. لذيذ زي ما قلت لكم، اللي ما يحبوا الهيل حطوه في الكاسة، بلاش تحطيه بشكل عصير كامل، يصير اللي يبغى يشرب بالهيل يشرب، واللي يبغى يشرب سادة بدون هيل براحته. بس جربوا ترى لذيذ.